رحت أنا كمان اليمن الرئيس الله يرحمه الرئيس علي عبد الله صالح، الرئيس عبد الله علي عبد الله صالح عضو في مجلس التعاون العربي حليف لصدام حسين، وكان لقاء طويل يمكن أخذ أكثر من 4 ساعات حوار حول إقناعه على أساس أنه نحن قررنا نحرر الكويت وأن جمعنا الإمكانيات وقادرين الآن ونحن على وشك نقوم بجهد لتحرير الكويت وإخراج القوات العراقية من الكويت، وأنك أنت يعني نريدك تكون معنا في هذه، لأنه هذا عدوان واحتلال لدولة والكويت لها فضل كبير على اليمن وعلى شعب اليمن ومساعدة اليمن بكل تاريخية. فشو كان رد فعل علي عبد الله صالح؟ علي عبد الله صالح كان حليف لصدام، ما كان متجاوب،